طيب تعالوا نهدي الأوضاع شوية ونلطف المسائل. هسيب حضراتكم دلوقتي مع هذا التقرير اللي تحت عنوان صوت مصر، وهي احتفالية حلوة جدا اتعملت في منطقة سوما باي على ساحل البحر الأحمر المصري برعاية وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة ومحافظة البحر الأحمر بالشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية لجانب هيئة الأمم المتحدة للمرأة. الهدف من هذه الاحتفالية والفعالية الكبيرة هي إيصال الصورة الحقيقية لمقومات مصر الثقافية والحضارية والقوى الناعمة والسياحية إلى كل دول العالم حتى تعرفوا على حقيقة صورة وصوت مصر. تقرير وبعد الفاصل حوارنا الرئيسي في آخر النهار النهاردة مع الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص، وحديث عن موضوع الساعة: غزة وما فيها. في واحدة من أهم الفعاليات اللي بتقام في 2023 انطلق مؤتمر قمة صوت مصر بحضور مجموعة من أهم المتخصصين المحليين والدوليين لاستعراض مستقبل الاقتصاد المصري من منظور دولي. معانا مجموعة كبيرة جدا من المصريين ومعانا كمان دوليين، فحاسة ان فيه اهتمام مجتمعي، اهتمام المستثمرين واهتمام الدولة كمان. يعني هنا في رعاية وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة وحضور وزارة التخطيط، فأنا حاسة ان فيه تكامل وفي محاولة ان احنا نشتغل مع بعض كمجتمع. الموضوع السنة دي عن السياحة والاستثمار السياحي على أساس ان احنا نستقطب السياحة المختلفة. النهاردة في عقول كتيرة مصرية بتتكلم مع بعض، ناس كتيرة بتفكر في إزاي نطور البلد كل واحد من وجهة نظره. أنا شخصياً باجي بحب الإلهام من لما بسمع أفكار ناس كتيرة متفائلة وعندها أفكار وكمان أثبتت نجاحها، لأن دي كلها ناس ناجحة أصلاً مش بس بتقول أفكار. الناريتيف سامت هي عن الحكاية، هي من ناحية زي بنحاول نشوف إزاي إن إحنا نقدر نحكي أو ندي نظرة مختلفة لمصر ونظرة للمستقبل. في رأيي أنا أعتقد إن هو إن إحنا نطلع ب يعني هي جاية من الاسم narrative، it's a different story، عايزة تحكي الرؤية بتاعت الناس بصة لمصر النهاردة بتتكلم على إيه في الأخبار، وإحنا عايزينهم يبصوا ويتكلموا عن مصر بشكل مختلف. إحنا عايزين نوري العالم مصر آمنة إزاي، الأماكن اللي عندنا عاملة إزاي، زائد إن إحنا بنروج لكذا فئة من فئات البزنس اللي موجودة في بلدنا. النهاردة مؤتمر بطبيعة خاصة بيكمل هذا المؤتمر، لأن كل المشاركين فيه تقريبا من القطاع الخاص، كلهم من أصحاب الفكر، من المبدعين، الابتكار، التميز، وبالتالي ده بيكمل الصورة دي وبيحكوا إزاي وصلوا إلى هذا ورؤيتهم لمصر ورؤيتهم لمستقبل مصر. أهم نجاح لمصر يكون من خلال الشراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، مع المبدعين، مع الشباب، مع كل من يقدم أفكار، وبالتالي يوجد هذه الشراكات في هذا المؤتمر الهام. وفي ذلك أيضا فكرة التميز. النهاردة إحنا إن شاء الله موجودين كلنا بكل طوائف الشعب، بكل الناس اللي موجودة، بنحاول نروج لمصر بلدنا، وبنحاول نروج لكل المجالات، إذا كان فن، إذا كان فاشن، إذا كان سياحة، بنحاول نقول فرص كتيرة جدا للاستثمار في بلدنا. مستوى الشخصيات اللي موجودة كلها عندها علم وعندها فكر وكلها بتحب بلدها وبتعمل حاجة لبلدها مع التنوع. بقى في بعد وعمق قوي جدا في المناقشات اللي كانت موجودة وفي اللي تقدم كله. الترويج للسياحة المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية مجهود كبير وأهداف عظيمة، الأكيد إنها لو اتحققت هنشوف تغيير هيستشعره كل مواطن. هذا البرنامج برعاية